وجه وزير التنمية المحلية اللواء هشام أبنا برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. كما أصدر وزير التنمية المحلية قرارا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل المحافظات لمتابعة انتظام العمل، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية للوزارة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة، وذلك لمواجهة أي أحداث طارئة.